ومعنا من بيروت الأستاذ علي يحيى الكاتب الصحفي. أهلا وسهلا بك أستاذ علي، وما هو انطباعك عن هذا التصعيد الشديد والذي يوصف بأنه الأقوى على بيروت من قبل جيش الاحتلال؟ طبعا بداية التحية لكم مجددا التحية للمشاهدين. على هيبة تصعيد الربع ساعة الأخير تحاول من خلال حكومة تل أبيب أن تختتم المشهد بمشهدية النار لتقول أو لتقدم هذا المشهد لجمهورها ولتجد لنفسها مخرجا من الحرب التي أطلقتها ضد لبنان والتي قالت أنها ستحقق فيها عدة أهداف، حققت جزء من هذه الأهداف، إلا أن الجزء الأكبر من هذه الأهداف لم يتحقق وهو تدمير المقاومة اللبنانية، إقامة حزام أمني داخل الأراضي اللبنانية وعودة مستوطني الشمال بالقوة. هذا لم يحدث، هي رضخت للأمر الواقع الجديد بعد استعادة حزب الله لتوازنه وبدء عملية استنزاف القوات التي دخلت إلى الأراضي اللبنانية، والتصعيد الثابت والمتدرج باتجاه قصف المستوطنات بشكل يومي، وهذا ما شل العصب الاقتصادي في حيفا وفي العديد من المدن، وهذا ضاعف أعداد المهاجرين من دولة الاحتلال. آلم بابي المؤرخ الإسرائيلي قال قبل أيام أن هناك 700 ألف مستوطن غادروا الكيام 7 أكتوبر حتى اليوم، وبطبيعة الحال هدول أغلبهم ما حيرجعوا، بالتالي هيدي الأمور. طيب وأنت تتحدث سيد علي، نحن نتابع مشاهد حية من بيروت والضاحية الجنوبية تحديدا، وهناك طبعا ما يشبه النقطة الحمراء، هذا قصف حدث لتوه في الضاحية الجنوبية ويدلل على أن إسرائيل يعني عازمة على استغلال هذه الساعات الأخيرة قبل إعلان ربما اتفاق وقف إطلاق النار والذي يترقبه الجميع. حضرتك تقول أنه هذه تحركات الربع ساعة الأخيرة، يعني تتوقع أن تستمر إسرائيل في إطلاق هذه الغارات والاستمرار في القصف إلى وقت إعلان الاتفاق بشكل فعلي أم ماذا؟ صحيح، هذا كمان حدث خلال الأيام والساعات الأخيرة لتوقيع الاتفاقية بال 2006، وكان من المتوقع أنه وبمجرد افتراض توقيع وإعلان وقف إطلاق النار أن تلجأ أو أن يلجأ جيش الاحتلال إلى شن هجمات ضخمة باتجاه الضاحية الجنوبية لبيروت وباتجاه أيضا بيروت. هناك اليوم ولأول مرة تحديد عدة أهداف في العاصمة الإدارية لبيروت، وهذا ما لم يحدث قبل اليوم، يعني قبل كان في هجمات كل بضعة أيام ضد هدف في بيروت الكبرى، أما اليوم هناك تحديد لعدة أهداف في يوم واحد في بيروت الكبرى، إضافة إلى أكثر من 20 هدف في الضاحية الجنوبية في يعني بأقل من ساعات قليلة. وبالتالي من المتوقع أيضا أن يلجأ حزب الله إلى قصف العمق حيفا وعسى وصفد وتل أبيب لتثبيت وتأكيد معادلته حيفا مقابل الضاحية وبيروت مقابل تل أبيب. وأتوقع أن يكون هذا خلال كلمة بنيامين نتنياهو المتوقعة بعد قليل أو بعد الكلمة. طيب يعني أسألك بطبيعة الحال عن التصريحات الأخيرة سواء من أنتوني بلينكين والتي يحث فيها الأطراف كلها على التهدئة وطبعا يطالب وقف إطلاق النار في بيروت، لكن أريد أن أعرف منك أيضا تقييمك لأداء وزير الدفاع الإسرائيلي الجديد إسرائيل كاتس، وما صرح به عن أنهم لن يسمحوا بأن تكون هناك أي قواعد جديدة لحزب الله في أي من البيوت أو المباني التي يعاد بناؤها أو ترميمها. يعني هيدا التهديد سمعناه قبل بال 2006 وسمعناه لعشرات المرات منذ 2006 حتى
قبل انطلاق جبهة إسناد غزة في لبنان. أنا أعتقد أن هذا التهديد لم يجد قضاه في جنوب لبنان باعتبار أن الميدان هو من فرض وقت إطلاق النار ودفع جيش الاحتلال إلى التنازل عن سقف أهدافه والقبول والرجوع للأمر الواقع الجديد. وتعقيبا على سؤال وزير الدفاع الجديد، يعني هو منه من خلفية عسكرية، بالتالي لا شك أنه أداء وزير الدفاع السابق فعلا هو أفضل من أداء وزير الدفاع الحالي الذي عين ليكون أكثر طواعية بين أيدي بنيامين نتنياهو، الذي أصبح بشكل أو بآخر يسيطر على وزارة الدفاع والخارجية والحكومة بشخصه، بالتالي أصبح هو ملك ملوك إسرائيل والملك المتوج، وهذا هو أحد طموحاته من خلال إعادة ترتيب بعض الإزراء حكومته. وهذا لا يصب في مصلحة لبنان أو في مصلحة الفلسطينيين، أليس كذلك؟ بطبيعة الحال نعم، يعني اليوم المجتمع الإسرائيلي يتحول نحو اليمين، هناك انزياح نحو اليمين في هذا المجتمع، 40% من الجيش اليوم أصبح جيشا يمينيا. طبعا هيدا حيكون سيف ذو حدين على المستوى الداخلي، حيؤدي إلى هجرة الأشكال بشكل كبير من الكيان، وهم من خاضوا هذه الدولة منذ 48 ومن بنوها وأسسوها. أما اليوم نحن عم نشوف طبقات جديدة هي من تقود هذه الدولة وتتولى زمام القيادة السياسية والعسكرية فيها. هذا طبعا ممكن أن يؤدي ويعمق الشقاق بين أهل المدن وأهل التلال، بين الأشكناز والسفردين، بين الطبقات الوسطى والطبقات الليبرالية واليسارية من جهة، والطبقات اليمينية والأيديولوجية المتشددة التي تقود المواجهة اليوم مع قطاع غزة ومع لبنان. وبالتالي أنا أعتقد أنه نحن حنكون أمام هدنة أو وقفة مؤقتة أو استراحة محارب قبل أن تعود الحرب بعد سنة أو بعد سنتين أو بعد خمس سنين، لأنه باعتقادي أنه لم يتم علاج الأسباب التي أدت إلى هذه الحرب، وهو أن هناك دولة لم تتعامل بشكل طبيعي مع محيطها، دولة لم تستطع الاندماج بشكل طبيعي في محيطها، عندها مشاكل مع قطاع غزة، عندها مشاكل مع الضفة، عندها مشاكل مع أهل 48، عندها مشاكل مع لبنان، عندها مشاكل مع دمشق، وعندها مشاكل مع عمان ومع القاهرة. بالتالي هذه الدولة يلي عم تحط حالها بهيدا الموقف هي أصبحت دولة معزولة ومنعزلة عن محيطها، ملاحقة من محكمة الجنايات، محكمة العدل الدولية، مكروهة من معظم دول وشعوب العالم. وبطبيعة الحال حيكون في نوع من الهروب إلى الأمام عبر الاستمرار في فتح الجبهات لشد العصب الداخلي. شكرا جزيلا لوجودك معنا من بيروت، علي يحيى الكاتب الصحفي.